السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات دور ال 32 من كأس ملك أسبانيا للموسم الجديد 2023-2024 وترتيب الهدافين. قبل ما نبدأ متابعين الكرام، أرجو من حضراتكم دعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جنتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم من الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين. متابعينا الكرام، بعتذر لحضراتكم على التاخير. هنتعرف على نتائج مباريات السبت 6/1/2024 بدايه دور ال 32 من كاس ملك اسبانيا. اليوم لوجو خسر من اتلتيكو مدريد 1-3، احرز اتلتيكو انخيل كوريا في الدقيقة الثانية، ممفيس ديباي في الدقيقة 66، وممفيس ديباي في الدقيقة 74. اسبانيول خسر من ختافي 0-1، احرز ده ختافي لويس ميلا في الدقيقة 87. اليتشي خسر من جيرونا 0-2، احرز دفاع جيرونا دالي بلند في الدقيقة 37، ويان كوتو في الدقيقة 67. هايسكا خسر من رايو فايكانو 0-2. وعندنا نادي ديبورتيفو الافيس فاز على ريال بيتيس 1-0، وأراندينا خسر من ريال مدريد 1-3، أحرز هدف ريال مدريد خوسيلو في الدقيقة 54 ضربة جزاء، إبراهيم دياز سجل هدف ثاني في الدقيقة 55، ورودريغو في الدقيقة 91 سجل هدف الثالث أسيست إبراهيم دياز. متابعينا الكرام، غدا الأحد 7/1/2024 أو اليوم خلاص أصلا، عندنا مباراة برشلونة معادها الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، امام نادي بارباسترو، والكلام ناقلها قناة SSS سبورت HD1 والمعلق مشير الكرني. وعندنا اشبيلية هتلعب برضو، بس كلها نوادي عادية يعني. ينتهي دور 32 يوم الاثنين 8/1/2024 باذن الله تعالى. طيب خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. عندنا في المركز الاول ويليان خوسي لاعب ريال بيتيس سجل 4 اهداف، في المركز الثاني عبد الصمد الزلزول لاعب ريال بيتيس 3 اهداف، وابدون براتس لاعب مايوركا، واخوانمي لاتاسا لاعب ختافي، ومانو تريغيروس لاعب فياريال، واوسكار رودريغيز لاعب ختافي، ورادميل فالكاو لاعب راي فايكانو، كل دول سجلوا 3 اهداف، ورودري سانشيز لاعب ريال بيتيس، وجون كاريكا لاعب دورتيفو الافيز، وفيكتور ميسيجار لاعب بلد الوليد، وزيبر مين دول؟ مين الناس دي؟ على كل حال اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.